بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة طلبات الشهادة الثانوية العامة، مرحب بكم في حصة جديدة من حصة الكيمياء للجميع مع أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة. النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من التحليل الكيميائي، وهو التحليل الكمي. وطبعا هنبدأ نكلمك عن يعني ايه تحليل كمي وانواعه. طبعا التحليل الكمي هنا بيتم فيه تحديد مكونات المادة وتقديرها كمان، وبقسمه لتحليل حجمي وتحليل كتلي. بالنسبة للتحليل الحجمي يهمنا هنا التعرف على الحجم والتركيز لمادة مجهولة، فبنعمل هنا عملية معايرة كيميائية. في المعايرة الكيميائية بيتم فيها إضافة مادة معلومة الحجم والتركيز إلى مادة أخرى مجهولة، يحدث بينهم تفاعل. قد يكون التفاعل ده تفاعل تعادل أو أكسدة واختزال أو ترسيب لتحديد تركيز أو حجم المادة المجهولة. المادة معلومة الحجم والتركيز بيطلق عليها اسم المحلول القياسي. لو كنت بعمل تفاعل تعادل هيبقى المحلول معلوم الحجم والتركيز قد يكون حمض إذا كانت القاعدة هي اللي مجهولة أو العكس. وبالنسبة لأكسدة الاختزال إذا كان العامل المؤكسد هو المعلوم يبقى المحلول القياسي هيبقى الآخر هو المجهول، وهكذا. المهم ان انا في عمليه التعادل ده طبعا احد تفاعلات المعايره. التعادل طبعا تفاعل كيميائي بيتم من الاحماض والقواعد وبيعطي ملح وماء. بيتم اجراء المعايره الكيميائيه تفاعل التعادل باستخدام الادوات المعمليه المتمثله في السحاحه وفي الدرق المخروطي. في السحاحه بيتم وضع الحمض لتقدير حجمه، ويكون طبعا التركيز لو هو محلول قياسي يبقى تركيزه معلوم، وبتحكم من خلال المحبس في هبوط الحمض نحو القاعده او القلوي داخل الدرق المخروطي. بس هنا طبعا بضطر استخدم ادله عشان تحدد لي نقطه نهايه التفاعل او نقطه التعادل، النقطه اللي بيتم عندها نهاية تفاعل التعادل. بستخدم الأدلة أو الكواشف، والأدلة دي ما هي إلا أحماض أو قواعد ضعيفة يتغير لونها حسب الوسط، وبستخدم منها عدة أنواع. على سبيل المثال دليل صبغة عباد الشمس، المثال البرتقالي، الفينولفسالين، أزرق بروميسيمول، بحيث إن كل دليل بيدي لون في الوسط الموجود فيه. يعني مثلا صبغة عباد الشمس بيكون لونها أحمر في الوسط الحمضي، أزرق في الوسط القاعدي، بنفسجي أو بقول عليه أرجواني في الوسط المتعادل، وهكذا. وطبعا الجدول الموضح قدامك هيبين لك الكلام ده. حيث أن عند حدوث التعادل بيتغير لون المحلول القلوي لما بضيف عليه الحمض حتى يصير لونه متعادل عند تمام عمليه التعادل او نقطه نهايه التفاعل. المهم عشان ابدا حل مسائل على عمليه المعايره لازم اولا اكتب المعادله متزنه تماما، وبعد كده ابتدي اطبق في القانون الموضح ام اي دوت في اي على ان ايه ده بالنسبه للحمض بيساوي ام بي دوت في بي على ان بي ده بالنسبه للايه للقاعده. بيكون عندي مجهول بقدر اجيبه. في بعض الاحيان بيطلب مني الكتله بجيبها، وهنوريك بعض الامثله توضح لك الكلام ده دلوقتي بحيث ان انت تتدرب على الشغل بتاعنا. في بعض الاحيان بيطلب منك مثلا برضو عدد المولات او الكتله او الحجم،
فبرضه بتعرف تجملها. اهم حاجه تبقى عارف ازاي تحول من ملي لتر الى لتر. للتحويل من ملي لتر الى لتر لازم ايه، اضرب الملي لتر في 10 اس سالب 3. لكن في المسائل العاديه بتاعت المعايره مش هضطر احول، لان في الطرفين في ملي لتر. فانت بالنسبه لك ايه، استخدم التحويل لما يطلب ايه منك او تستدعي الامور ذلك. وحدة التركيز طبعا، التركيز وحدة قياس التركيز المولاري اللي هي مولر، ماشي، او مول لكل لتر. في بعض الاحيان بيطلب منك نوع المحلول من خلال بعض المعلومات اللي بيديها لك. فانت زي ما هو موضوع قدامك بتعمل البيانات وبتعمل المعادلة وبتحدد المادة الزايدة بعد عملية التعادل. من خلال معرفتك للمادة اللي بتزيد عدد مولاتها في المحلول بيكون نوع او طبيعة ايه المحلول عامة، لان طبعا ايه بيكون المادة الاخرى تم استهلاكها تمام. ماشي، وانا اوريك برضو بعض الامثلة على الكلام ده. المهم هننتقل بعد كده الى التحليل الكتلي او التحليل الوزني، وبنتكلم فيه على طريقتين، طريقة التطاير وطريقة الترسيب. وفيها بيتم حل مسائل من خلال خطوات، بحيث اقدر احدد عدد جزيئات ماء التبلور داخل جزيء مائي او متبلور، زي مثلا كربونات الصوديوم او بسميها صودا الغسيل، اللي هي Na2 CO3.10H2O وهكذا. بس احنا طبعا بنحل الكلام ده من خلال الايه العمليات الحسابيه، ومديك برضو ايه كذا مثال عشان تشوف الكلام ده ونوضحه لك. بعد الترسيب، بعد التطاير، بيستخدم بقى ايه طريقه الترسيب. وفيها بحصل على الماده المراد تقديرها على هيئه راسب من خلال تفاعل ترسيب، تفاعل احلال مزدوج بين محاليل الاملاح مختلفه. بحصل على الراسب ده وبحطه او بضعه داخل ورقه ترشيح عديمه الرماد. ورقه ترشيح عديم الرماد مفروض ان هو ايه نوع خاص من ورقه الترشيح، عند حركه يحترق تماما ولا يتخلف عنه اي رماد ياثر على الكتله الناتجه. بعد حرق الراسب داخل ورقه ترشيح عديمه الرماد ممكن اعين كتلته، وفي الحاله دي بتعرف على كتله او وزن اي الماده المراد تعين وزنها. المهم طبعا ايه، احنا من خلال الامثله الموضحه بالنسبه لك قدامك والمسائل والخطوات بنوريك ازاي تحل هذه النوعات من المسائل في هذا الجزء من التحليل الكمي. تابع معايا، وبنزل لك طبعا اختبار او لينك اختبار في صندوق الوصف، وهنستكمل بعد ذلك الباب الثالث فهو الاتزان الكيميائي. تابعوني على القناة وعلى المدونة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ اشرف الهيدي، شكرا. القناة طبعا قناة ستار بوس على اليوتيوب. وطبعا اي استفسار ممكن تسيبولي في صندوق التعليقات او من خلال موقع اشرف كيمياء على شكرا. سلام يا عم، كل عام وانت بخير.